المولد يا أحباب نعرفه هذا، المولد يعمل في شهر ربيع، ما بينعمل المولد هلأ مثلا أو برمضان، بينعمل حفلة مديح الله برمضان وبشهر ربيع الأول ربيع الثاني، وأي يوم بيعمل واحد مديح بالليل والنهار. بس المولد إذا واحد أراد نذر المولد متى يكون هذا الشهر؟ في شهر ربيع الأول، في الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال بدي أعمل مولد، قولوا له المولد يعمل في شهر المولد في شهر ربيع بس، وإن نذر مولدا في غير شهر ربيع لا ينعقد نذره هذا، لا ينعقد، ما بيصح، ما لا يقع، لأن العلماء قالوا لا يكون إلا في شهر ربيع. أما حفلة مديح بيعمل حفلة مديح إمتى ما بده، يعني بتسأل إنه بنت وحدة ولدت بنتين، ماتت واحدة وبقيت واحدة، أرادت أن تعمل مولدا شكرا لله تعالى، شو بتعمل هلا؟ إذا تعمل هلا حفلة مديح يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلى عليه ويذكر الله نحو ذلك.